انتقل بعد هذا الملف لجريدة أخرى وهي جريدة المصري اليوم. الحقيقة أن جريدة المصري اليوم اهتمت بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، وده بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخواني على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت وآخرين، بالإضافة ل 118 شركة و 1133 جمعية و 104 مدرسة و 39 مستشفى و 92 موقع إخباري وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.